كما في الإسلام يلعب الأنبياء دوراً مهماً في اليهودية أيضاً. في تقاليدنا الأنبياء هم أشخاص ذوو صفات شخصية مميزة تسمح لهم بالتواصل مع الله. قام أنبياء بني إسرائيل بوظائف مختلفة موصوفة في كتابنا المقدس. خدم بعضهم كقادة سياسيين في مهام حددها الله، مثل موسى الذي قاد بني إسرائيل إلى خارج مصر، أو ديفورا التي قادتهم في معركة ضد جيش سيسرا الكنعاني. آخرون مثل النبي إيليا كلفوا بتوبيخ الناس على خطايا ارتكبوها، في حين تنبأ بعض الأنبياء بالمستقبل مثل إشعياء وإرمياء اللذين توقعا تدمير القدس. يحتوي الكتاب المقدس اليهودي على العديد من الشخصيات الملهمة، ولكن لا يعتبر كلهم أنبياء. على سبيل المثال آدم أول إنسان على وجه الأرض لا يعتبر نبياً، ولا يعتبر لوط نبياً كذلك. نعتبر موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، حيث أنه تحدث إلى الله مباشرة، على عكس الأنبياء الآخرين الذين تلقوا رسالة غامضة في نومهم. بحسب معتقداتنا انتهت النبوة لدى الشعب اليهودي مع دمار الهيكل الأول في القدس حوالي عام 580 قبل الميلاد. لكن اليهودية تعترف بأنبياء غير اليهود مثل بلعام بن بعورة، أو بأنبياء أرسلوا إلى الشعوب أخرى مثل النبي يونس. من الصعب أن يخبرك نبي الله بأنك آثم، لذلك تعرض بعض أنبياء بني إسرائيل لاعتداءات لفظية وجسدية من جمهورهم الغاضب. النبي زكريا بن يهويدا رجم حتى الموت بناء على أوامر يؤاش ملك يهودا. لكن بعد قرون وصفت المسيحية والإسلام اليهود بأنهم عدائيون، بل وقتلوا الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، وعلى رأسهم يسوع الناصري. قتل ملايين اليهود على مر التاريخ نتيجة هذا التعميم. وفقاً للمعتقدات اليهودية قد يرتكب الأنبياء الأخطاء وحتى الخطايا، إن عظمتهم في رأينا تنبع من قدرتهم على الاعتراف بأخطائهم علناً والتوبة، ليكونوا قدوة لنا جميعاً. جزء كبير من الكتاب المقدس مكرس لنبوات التي نقرأها في الكنيس كل يوم سبت. إحدها في سفر إشعياء تتطرق إلى السلام المستقبلي بالقول: لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.